خلينا بقى اطمن كل الناس على اخبار الطقس. النهارده الطقس هيكون بارد على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، وهيكون مائل للبروده على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر، ومائل كمان للبروده على جنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البروده على كافه الانحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهارده في فرص امطار خفيفه لمتوسطه على مناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. في كمان نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في مختلف مدن مصر. القاهرة العظمى فيها 16 والصغرى 8، الإسكندرية 16-10، مطروح 15-8، سيوة 16-3، بورسعيد 17-8، دمياط 18-7، الإسماعيلية 17-7، والسويس 17-7. نروح لطابة اللي العظمى فيها 15 والصغرى 10، العريش 17-8، كاترين 11-2، وده يعني تحت الصفر بدرجتين حد التجمد، وكمان بعده درجتين. شرم الشيخ 19-13، الغردقة 19-11، الفيوم 17-5، بني سويف 17-5، والمنيا 17-6. أسيوط العظمى فيها 17 والصغرى 5، سوهاج 17-5، قنا 17-6، الأقصر 18-7، أسوان 19-8، الوادي الجديد 19-4، شلاتين 22-11، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 12. الجو مازال بارد، لكن ممكن نقول ان النهارده ادفى من امبارح، وان شاء الله على مدار الايام اللي جايه ممكن نلاقي شويه دفى في الجو اكتر من الموجه الشديده اللي كانت موجوده الاسبوع اللي فات. خلينا على طول نلحق نروح لاحمد والهدير نكمل باقي فقراتنا. اتفضل يا احمد واتفضلي يا هدير، وان شاء الله كل شويه يبقى معانا فيديوهات ونبتدي نتابع الاجواء كده شويه بشويه باذن الله. شكرا ليك يا مين. شكرا جزيلا.